الحقيقة مشروع المجاري مشروع كبير وضخم جدا، لم تشهد له قضاء سامراء وحتى محافظة صلاح الدين منذ عشرات السنين. هذا المشروع سيخدم منطقة قضاء سامراء بالكامل، سنبدأ بها إن شاء الله بعد اتفاق مع السيد الوزير من منطقة القلعة. المناطق المخدومة من المجاري في قضاء سامراء لا تتعدى سوى 20%، وحوالي 20% يحتاج إلى صيانة متكاملة. اليوم حقيقة جهود كبيرة بذلت من الأخوة في قسم مجاري سامراء في إعداد التصاميم وتم إنجازها خلال هذه الأشهر الماضية، أعلن عنها السيد الوزير. لربما ستكون بإذن الله نهاية هذا العام الانطلاقة الأولى لهذا المشروع الذي سيستمر ما يقارب الخمس سنوات، لكن هو بإذن الله هناك وعود من الشركة التي تم إحالتها بإنجازه خلال ثلاث سنوات. المخططات تشير إلى وجود أن المناطق التي ستكون تحت التنفيذ ستدخل منذ الأشهر الأولى بالعمل، وهذا أيضا كلام تم الاتفاق معه مع الأخوة الاختصاص الهندسيين في مجاري سامراء وبلدية سامراء.